كثيرة للسادة المشاهدين والمونيكا ولينا شخصيا عالمنا الكبير دكتور فاروق الباز. مساء الخير دكتور فاروق، ازاي حضرتك؟ أهلا، مساء الخير عليكم. ازاي حضرتك؟ حضرتك سمعت قصة مونيكا؟ كويس جدا الحمد لله. حضرتك سمعت قصة مونيكا؟ ايوه سمعت حقيقة. حضرتك تحب تقول لها حاجة؟ احنا معانا دلوقتي على التليفون الناحية التانية الإعلامية الكبيرة مدام إسعاد يونس، ومعانا مونيكا بطلتنا محاربة السرطان اللي جابت مجموع قد الدنيا في الثانوية العامة. والله برافو عليك، احنا سعداء بيكي. انت بالنسبه لنا حفيده ملكات مصر العظيمات. اشوف الله كملي الطريق الله واحنا نفتخر بيكي على الدوام. الله الله الله. دكتور فاروق، احنا كان يعني كنا يعني كان في سؤال مهم جدا بيشغل بالنا واحنا بنكلم حضرتك وبنتفق على هذه المداخلة، وهو اعتقاد بعض الناس انه لما يجيب المجموع الكلية اللي هو مش هيقدر يدخلها ممكن حياته تقف، وحضرتك تعرضت لهذا الموقف تحديدا ان حضرتك كان نفسك تدخل كلية طب ولكن مجموعك دخلك كلية العلوم واصبحت عالمنا الكبير اللي بلد ووطن عربي بالكامل بيفخر بيه، فحضرتك تقول ايه للشباب اللي مجموعهم ما قدرش يجيب الكلية اللي بيتمنوها؟ كل واحد بياخد حظه في الدنيا، والحظ ده بيجي نعم، والواحد مش عارف هو هيبقى ايه الحظ. فانت الواحد اللي عليه ان انت تجمع من العلم والمعرفه قدر المستطاع، يعني تذاكر اكتر ما تقدر تعمل كده. وبعدين مش هتجيب المجموع، خلاص قالوا لك ان المجموع بتاعك ده هيجيب لك كذا، نروح نشوف الكذا دي. انا كنت عايز اروح كليه الطب وكنت مرتب نفسي، وكان حتى المدرسين بتوع الثانوي كانوا يقولوا الواد فاروق ده هيطلع جراح هايل، بيتكلموا كده يعني سنين، وكنت عارف ان انا 100% هروح كليه الطب. والمجموع اللي جبته ما دخلش في كليه الطب في ذلك السنه، انا قلت روح العلوم. قلت خلاص نروح العلوم بس اذاكر في العلوم واطلع كويس جدا في العلوم، وعملت وكذا وكذا وكذا. وبعدين حتى بعد ما خدت الدكتوراه ورجعت على مصر وكنت عايز اشتغل هنا وقالوا لي تدرس كيمياء في المعهد العالي بالسويس، وانا رفضت المعهد العالي بالسويس ده وما عرفتش اشتغل في مصر، فسافرت واشتغلت في حته ثانيه. معناها انه قدامك الدنيا فضل. انت المفروض اللي بتعمله انك تشوف الحياه بتدي لك ايه، وتاخد الايه ده اللي من الحياه اديته لك وتشتغل فيه كويس جدا يعني وتتفوق فيه وعلى طول وتجمع العلم والمعرفه على الدوام عشان تقول انا راجل، انا رجل ولا انا بنت الشر. ده درس يا دكتور فاروق احنا بنسمعه من حضرتك. مدام اسعاد، ايه راي حضرتك في الكلام اللي قاله الدكتور فاروق؟ طبعا لا طبعا، وانا موافقه جدا على كلام دكتور فاروق، بس هو قال تعبير الحقيقه لمسني جدا، انه مونيكا حفيده ملكات مصر الله. العظيمات. والحقيقه ان يعني ملكات مصر العظيمات الحقيقه ادونا اجيال كثيره زي مونيكا. انا يعني اكيد دكتور فاروق شاف في الغربه النماذج المصريه العظيمه مهما كانت المحن اللي صحيح. بيمروا بيها او قدر التعليم اللي حصلوا عليه، هم بيعرفوا معنى المهاره ومعنى التفوق والتميز حتى بشهاده قد تكون مش كان مزاجه فيها يعني. فهو طبعا دكتور فاروق قدوه، واشكرك على انك سميت مونيكا احدى حفيدات الملكات مصر العظام، يعني ده بالنسبه لي انا بيلمسني جدا جدا دكتور فاروق. الله، يعني انا مش عايز اقول لحضراتكم قد ايه الواحد. ويا سعاد، ما انت يعني يا سعاد ما انت قبلها انت برضه حفيده من حفيدات مصر العظيمات. الله الله، نساء مصر كلهم كانوا عظمه. احنا دلوقتي ما بنحييش نساء مصر كما يجب، نساء مصر لهم تعظيم فلا معناها احنا لابد ان احنا نحيي النساء مصر اكثر ما كنا ما بنحييهم حاليا. الحقيقه المفروض احنا رجاله يعني ننحني لقدوتنا اللي هم نساء مصر. حقيقي ده حقيقي جدا، كتر خيرك يا دكتور فاروق. هتشرفني امتى؟ الله على هو بقى ان شاء الله. ان شاء الله اول ما الكوفيد يخلص أكيد كسبت الكل إن شاء الله. ده أنت تنور الدنيا كلها إن شاء الله. يعني أنا عاوز أقول لحضراتكم إنه الدكتور أنا بسعد جدا بمشاهدة كل الحاجات اللي أنت بتسجليها. الله يبارك فيك، الله يحفظك، ربنا يخليك لينا يا رب.
يعني عاوز اقول لحضراتكم انه الدكتور فاروق الباز هو وعدنا بس ب10 دقائق بس، لانه خرج من اجتماع مخصوص عشان يحيي مونيكا ويقول الرساله بتاعته، وايضا مدام اسعاد يونس وعدتنا برضو بال10 دقائق دول عشان يعني تسعدنا بهذه المداخله. بشكر جدا دكتور فاروق الباز والسيده اسعاد يونس الاعلاميه والفنانه الكبيره على المداخلات الجميله دي.